السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في قناة مطبخ بشرى أم هداية. وصفة جديدة وفيديو جديد، غادي نقدم لكم حريشات بالحليب تيجي ورائعين ولدادين بزاف بزاف. نتمنى يعجبوكم ونتمنى تجربوهم. غادي نحتاجو كيلو ديال السميدة، ملعقة كبيرة ديال السكر، الملح، ملعقة كبيرة ديال العسل، ملعقة كبيرة ديال الحليب مجفف، ملعقة صغيرة ديال الخميرة حبيبات، وملعقة صغيرة ديال الخميرة ديال الحلويات، كاس ونصف ديال الحليب، نصف كأس ممزوج بين زيت العود والزيت العادية، جوج ملاعق ديال الزبدة المذابة، وطبيعة الحال الماء اللي خلط هاد الحريشات. بسم الله نبداو. غادي نديرو هاد السميدة في البول ديالنا، غادي نضيفو السكر، الملح، حليب مجفف، ملعقة العسل، نضيفو الخميرة ديالنا، الزيت، الزبدة، وغادي نحاولوا نبسبسو مزيان هاد السميدة ديالنا، نبسبسوها مزيان. منين تيتجانسو هاد العناصر هادو كاملين، غادي نضيفو الحليب، من بعد غادي نضيفو الماء ديالنا. ضروري ما نستعمل يدي لان باش نعرف واش القياس الماء الكافي ولا ماشي كافي. هانتوما البنات، من بعد ما جمعت السميده ديالي، ما خصهاش دليك، خصنا غير نجمعوها، غير مجرد انها تجمع بالماء وصافي، ونخليوها ترتاح واحد مده 15 دقيقه وعاد ندوزو نطيبو الحريشات ديالنا ان شاء الله. هانتوما البنات، منين ارتاحوا الحريشات ديالنا غادي بغيت نهضر عليكم على هاد المول هذا، نسيت ما هضرتش قبيله. بطبيعه الحال تصغبوا حريشات في اي مول عندكم، تقدروا تصغبوهم غير في هذا متواجد بكثره في عند اللي تيبيعوا الحلويات، اللي تيبيعوا مستلزمات ديال الحلويات. ولا ما كانش بالامكان تقدروا تستعملوا حتى هاد الغطايه ديال هانتوما شتي ديال كولاكاو، هما تيجيو بها مزيونين. وعلى بسم الله وعلى بركه الله نبداو. هنكون المول ديالي هانتوما داهناه، ندير له السميده،
هانتوما البنات شي الحرشات ديالنا بداو تيتحمروا. المره الاولى ما تقلبوهمش ما تكسهمش نهائيا حتى يقضوا راسهم، عاد قلبوهم. وهاد الطريقه هذه تبقاو ديروها ملي تبقاو تطيبوا الحرش باش يطيبوا في الاماكن كاع كامله، في الجوانب وفي العافيه تكون ممهيله ما مجهده متوسطه. هانتوما شفتوا شي كتيجيو محمرين تيجيو فنين كاع كاملين. هانتوما شتي بهاد الطريقه ديال الطياب ديالنا. دابا نزلت المقله الاخرى اللي بقات ليا، هانتوما شتو فوقاش نبدا نقلب هاد الحريشات ديالي. صافي نخليهم يطيبوا مع التحريك المستمر. البنات هذا هو التقديم النهائي ديال الحرشات ديالنا، نتمنوا يعجبوكم. شوفوا كي تيجيو تيجيو غزالين وتيجيو مفشوشين من الداخل، وتيبغيوهم الوليدات اكثريه في الفطور هكا في الصباح. ومكل بالامكان ديالكم تحتفظوا بهم في الكونجيلاتور، ما تيطرا لهم حتى حاجه من ثاني تبغيوهم عاد جبدوهم في الصباح ولا في الكوتي. ونتمنى يعجبوكم وشكرا على الدعم وعلى المتابعه، والى اللقاء في وصفه وفيديو جديد ومع السلامه.